السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن احوال. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي شيماء اليوسفي، ومرحبا بلي انضموا معايا جداد واللي اول مرة كيشاهدوا القناة ديالي. كنقول لكم ما تردوش بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وقبل ما نبداو كنقول لكم بقاو في داركم وتهلاو في صحتكم حتى يدوز هذا الوباء ان شاء الله، وندعيو عند الله سبحانه وتعالى باش يرفع عنا هذا البلاء ويشافي جميع المرضى ان شاء الله. اليوم جيت لكم بهذا الفيديو باش نقدم لكم تحليات باناكوتا اللي الصراحه كتجي لذيذه بزاف والمذاق ديالها رائع جدا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودابا غادي نبداو على بركه الله بتقديم المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 30 حبة من حلوة الكغنباغ ديال الشوكولا، ونحتاجو أيضا 2 ديال جيلاتين، و 400 مليلتر من لاكريم فريش خاصها تكون بدون سكر، وعندنا ايضا هاد الكؤوس صغيره، وتقدروا تستعملوا اي كؤوس متوفره عندكم في المنزل. كما كتشوفوا معايا درنا الحلوه في الكاسرون، ودابا غادي نضيفوا عليها لاكريم بهذه الطريقه، ونديرهم فوق النار حتى تذوب لينا الحلوه، وغادي نرجع معكم باش نكملوا. ودابا هزينا هذا الاناء، درنا فيه ماء بارد، وضفنا فيه هاد جوج ديال الجيلاتين باش يذوبوا لمده دقيقتين او 3 دقائق، عاد غادي نحيدوهم. ها هي حلوة الكرنباغ كي كتجي من بعد ما دابت مع لاكريم، الصراحة الرائحة ديالها زوينة بزاف وكتجي لذيذة ما شاء الله. من بعد ما دابت وحيدناها من فوق النار، دابا غادي نضيفو ليها الجيلاتين ونبقاو نحركو مزيان حتى تذوب فيها. نحركو مزيان بهذه الطريقة، عاد غادي ندوزو باش نكبوهم في الكؤوس. دابا غادي نبداو نكبو الباناكوتا في هذا الكؤوس، وغادي ندخلو هذه الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة باش تبرد، وعاد غادي نخرجوها وغادي نوري لكم الشكل النهائي ديالها. هو الشكل النهائي ديال الباناكوتا من بعد ما خرجناها من الثلاجة، الصراحة كتجي رائعة جدا ما شاء الله، والمذاق ديالها لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما، واللي عجبو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يبارطاجيه مع الاصدقاء والاحباب ديالو، ويشارك في القناة ديالي بالضغط على الزر الاحمر
أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.